السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ إن شاء الله بخير، وياكم علي العراقي. طبعا صار لي يوم الغايب على القناة، شوي مشغول، وهاي اللعبة المفروض أنزلها قبل يومين، لأن هاي اللعبة تقريبا صار أسبوع نازلها، قبل يوم بدي أنزلها وما صار لي مجال أبد. يعني أنا المفروض بس عندي ألعاب هواية، إن شاء الله أنزلكم هواية، بس هاي تأخرت، يعني حبيت أنشرها، تشتغل بدون إنترنت. كومبات زومبي اسمها، لعبة جديدة، نوعية آر بي جي، يعني تصميم من الآلة. لعبة حلوة، هسه نشوفها. طبعا هيك شو يعني تمشي بالمدينة وتقاتل الزومبي. هاي هنا ظلمة يعني طلالي، هي كل مرة نهار، أول ما تبدي نهار. طبعا هو يرمي عليهم بس يشوفهم، أنت بس توجه عليهم أو تضربهم بهذا الأزرق العصا. تشتغل بدون انترنت وحجمها 30 ميجا، وايضا لاي بي كي فقط ثبت، يصير عندك بعدين 60 ميجا حجمها الكلي. يعني لعبة تشتغل بدون انترنت ووقت الملل الضوضاء تخلص وتقدر اللعبة تلعبها. تضربون هاي من عندك بالليفر دي. طبعا بيها مراحل هواية وبيها وحوش همية لكل مرحلة، كل ما تخلص مدينة يطلع لك وحش. طبعا هاي الأحمر الدوسي حيحمي، حمي حمي حمي، يعني صار النار، صار أسرع ضرباته. لكاز زرقاء طاقة، وهذا الزائد او الزار من تستخدمه يطلع لك يعني سلاح قوي مؤقتا. ما انت عجبني تلعب، يعني العب لي تلعب سيوف هاي فيكتوري، هذا ثاني مال زومبي مسويها حلوة. رابط التحميل اللعب بالوصف، حرركم هاي المهمة مال وحش الزومبي، كل ذا بوس. هي اول ما تبدي اللعبة الدنيا نهار يعني ضاوية. يعني من الالعاب الجديدة ممتعة وألعاب كلاسيكية. خلاص صندوق من تاخذه بعشطه مشين كان هذا اللي يخرط، بس توجه على الاعداء هو يضرب منه على يشتغلهم، بس هذا مؤقت خلاص. بس يجي الزعيم ورني، لقد جاء وين اجيبوا لي بويات وبابا الكبر ضربهم. اول ما شفته قلت شنو هذا؟ شلون زومبي هذا؟ هاي المهمة الأولى أو المرحلة الأولى هيجي بيها ضخم، بعد البقية شنو بيها؟ اكتشفوها بنفسكم. لا خراب شيرتت علي، أنا غلطت. بها أسلحة هواية، الشوب مالتها أعتقد هاي النسخة اللي عندي الحرف عليكم إياها مهكرة، فجربوها. أسلحة هواي بيها، يعني كل أسلحة القوية. هذا المشين جان اللي يسموه متى شنو، والله أقدر أشتريه. هاي يقول لك تريد تاخذ فلوس جمع ثانية ألعاب، يعني حملهم يعطيك. هي مو اللي بيها إعلانات مزعجة. إذا أنا هي اللعبة الشباب، أتمنى عجبتكم، إن شاء الله الأفضل موجود قريبا. كان معكم علي العراقي، تحياتي.